قال رحمه الله: وقال ابن ماجه: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها؟ نعم، وهذا الحديث مثل الحديث الأول، فيه التحذير من علماء الضلال، تحذير من علماء الضلال والذين يلتمسون المخارج من الأحكام الشرعية في أنفسهم ويفتون الناس بذلك. الرسول حذرنا من هؤلاء، وأخبر أنه سيرفع العلم، يرفع العلم والفقه ويقل العلماء والفقهاء ويكثر القراء، يكثر القراء والمتعالمون في آخر الزمان، يسألهم الناس فيفتون بغير علم ويضلون ويضلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي وهو زياد رضي الله عنه: يا رسول الله، أليس فينا القرآن نقرأه ونعلمه أولادنا؟ يعني فهذا ضمانة، ضمانة لبقاء العلم، ما دام القرآن موجود فالعلم موجود. النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن وجود القرآن ووجود الأحاديث الصحيحة في الناس ما يكفي، يعني ولا يكفي حفظ القرآن وحفظ الأحاديث الصحيحة، هذا ما يكفي. العلم هو بالحفظ ولا ببقاء القرآن ولا ببقاء الأحاديث، هذا ليس هو العلم. العلم هو الفقه في دين الله والفهم لدين الله والورع والخوف من الله والتقوى، هذا هو العلم، هذا هو العلم. ثم ضرب مثلا، قال: اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل موجودة، ومع هذا ضلوا وأضلوا ولعنهم الله عز وجل والتوراة والإنجيل عندهم، لأنهم لم، الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فما هو بالكلام على وجود القرآن ووجود الأحاديث الصحيحة، الكلام على من يحمل هذه النصوص وهذا القرآن وهذه السنة حملا صحيحا، يحملها حملا صحيحا ويعمل بها ويفقه معانيها على الوجه الصحيح، هذا هو المطلوب. نعم.